أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة أكسترا نيوز، نتابع فيها كافة التطورات والمستجدات. نستهل هذه التغطية بالحديث عن العلاقات المصرية السعودية. علاقات استراتيجية وشراكة ممتدة على اختلاف القضايا وتنوع المجالات جمعت مصر والمملكة العربية السعودية منذ عقود، ولا تزال بعد أن عززتها وحدة المصير وإرادة التطوير الحاضرة بقوة لدى قيادة البلدين. تتميز هذه العلاقات بين البلدين بالقوة والاستمرارية نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية. فالبلدين هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، كما أن التشابه في التوجهات بين السياستين المصرية والسعودية يؤدي إلى التقارب إزاء العديد من المشاكل والقضايا الدولية والعربية والإسلامية. وتشهد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تطورا ملحوظا، خاصة أنها علاقات تاريخية ومبنية على التعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية. فالبلدين هما قطبا العلاقات والتفاعلات في النظام الإقليمي العربي، وتتميز هذه العلاقات بالزيارات المتبادلة بين قادة البلدين بشكل دوري، فضلا عن الزيارات العسكرية والأمنية والاقتصادية الهادفة لتبادل الآراء التي تهم الرياض والقاهرة، ما أسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مرحلة الشراكة. وتمثل هذه العلاقات أو العلاقات المصرية السعودية بعدا استراتيجيا وركيزة هامة للاستقرار في العمل العربي المشترك، وأيضا في حماية قواعد وأسس الأمن القومي العربي. من خلال تلك العلاقات يمكن للأمة العربية تحقيق أهدافها وتتصدى للأخطار العديدة المحدقة بها. عبر الهاتف لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أشرف العشري، مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، في البداية برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز. نتحدث في هذه التغطية عن العلاقات المصرية السعودية. قبل أن نتحدث بتفاصيل، كيف نعنون هذه العلاقات أستاذ أشرف؟ تفضل. مساء الخير لحضرتك. بكل تأكيد أعتقد العنوان الرئيسي ربما يكون يصب في ثانية شراكة استراتيجية شاملة متكاملة في مسيرة علاقات عربية تقودها مصر ودولة المملكة العربية السعودية بكثير من النجاحات في مسارات متعددة
تمثيلك ما يقارب حتى 100 عام، ربما يكون في السنوات الماضية 9 المرات تحديدا هناك طفرة بلغت الأهمية في مسار العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات والمحددات انطلاقات كبرى في مسيرة العلاقات على المستوى السياسي والاقتصادي والتنموي، خاصة أن البلدين ناجحة بامتياز واقتدار في بلورة مسار اقتصادي تنموي تكاملي أيضا سياسي أمني عسكري على كافة المجالات، واستطاع أن يحقق مزيد من التقدم والنجاح في السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى جعل هذان البلدان يكونان بقورة لعمل عربي مشترك في أجل وفي أيضا تماسك صوره الحقيقية للتضامن العربي الحقيقي ولتوفير أيضا ميزات النجاح على مسيرة مستوى العمل العربي المشترك. أعتقد العلاقات ربما تشهد كثير من النجاحات في السنوات 9 الماضية عبر الشراكة الكاملة والمتكاملة في المسارات الاقتصادية والتنموية. المملكة تحتل المرتبة الأولى في مسار الاستثمارات وأيضا العلاقات الثنائية والفوائد المتبادلة بين البلدين في المسار الاقتصادي والتنموي، لما البلدين من كثير من مكونات النجاح فيما يتعلق بالمقاومات والمؤهلات. طيب استاذ اشرف، واحنا بنتكلم على مقومات النجاح، مصر والسعوديه دولتان كلاهما قوه فاعله في الحقيقه وصوت مؤثر خلينا نقول في المعادله. مصر والسعوديه تمتلكان توافق في الرؤى تجاه معظم القضايا تجمعهما او يجمعهما مصير لربما مشترك بشكل او باخر. كيف من الممكن لهذه العلاقات اللي يمكن حضرتك تفضلت وصفتها بانها علاقات بتنمو وشهدت ازدهار حتى في السنوات الاخيره ان تكون مؤثره في المعادله، يمكن مش هنقول عالميه، خلينا نقول المعادله العربيه ومسنده البلدان العربيه. استاذ اشرف، وللتأكيد على المستوى الإقليمي حتى والعربي، البلدان استطاعا فرض معادلة إقليمية في السنوات الماضية، هذه المعادلة عمدها الأساسي وعمودها الفقري ربما حلق التضامن المصري السعودي في كثير من مواجهة التحديات على مستوى البلدين وحتى على مستوى دول الإقليم، ولعبت دورا كبيرا في السنوات الماضية لدرجة أن يكون هناك بالفعل تحقيق آليات العمل العربي المشترك من خلال أعطى كثير من الزخم في النجاحات الاقتصادية باعتبار أنه سيشكل الخطيرة لنجاح المسار السياسي، وهذا ما تحقق في مسيرة العلاقات على مستوى البلدين. أعتقد أن مصر والسعودية شكلان ركيزة أساسية فيما يتعلق بالنجاحات على المستوى الاقتصادي والتنموي وتحقيق فوائد متبادلة فيما يتعلق بالعملية السياسية، لديها كثير من الاستقامة ومسار سياسي يسعى إلى ضرورة أن يكون هناك بالفعل لملمة أو مواجهة كثير من التحديات التي تواجهها دول في الإقليم، واستطاعت مصر بكثير من الوفاق مع المملكه العربيه السعوديه ان تحقق انتصارات في كثير من الازمات. اعتقد ما ابرزه هو ضروره ان يكون هناك مسار في الجديد في الازمه السوريه. لا تنسي ان الجهود المصريه السعوديه والتنسيق المشترك خلال الاسابيع والاشهر القادمه الماضيه لعب دورا كبيرا في تحويل الدفه باتجاه افق عربي جديد تقوده مصر والمملكه العربيه السعوديه نحو ضروره ان يكون هناك عوده سوريه للمحيط العربي بكثير من النجاحات، على ان يكون هناك الآلية لإنقاذ ووضع وحل أزمة سوريا في المرحلة القادمة عبر مسار سياسي يتم التوافق عليه. من أجل هذا الغرض يعقد اليوم اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق للبحث في تفاصيل الأطروحات المصرية للتعاون مع المملكة العربية السعودية لضرورة أن يكون هناك نجاح للأزمة السورية وضرورة أن يكون هناك مشاركة سورية في القمة العربية القادمة في الرياض في 19 من شهر مايو القادم. وكل التأكيد هذا انعكس على الأزمة الليبية. هناك أيضا مشاورات لتنسيق مصري سعودي فيما يتعلق بالأزمة الليبية في السنوات الماضية مع بعض الأشقاء في الإقليم أو في الخليج كالإمارات العربية المتحدة، ووجدنا أيضا هذا الأمر بينعكس بشكل إيجابي على الأزمة اليمنية. نحن الآن في الأسابيع الأخيرة نشهد طفرة وتدفقات نجاح في مسيرة الأزمة اليمنية، وهناك اليوم تبادل الأسرى العدد الأكبر منذ النزاع في 9 سنوات الماضية، وأعتقد أن هذا في حد ذاته كان نتيجة مشاورات وتنسيق مصري سعودي بالتعاون مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية لوضع حد للأزمة اليمنية، ونحن هناك الاستمرار حاليا لأن هناك كانت توقعات أنه بعد عيد الفطر هناك اتفاق سلام أو اتفاق سلام كامل لحل الأزمة بين الشرعية اليمنية والحوثيين في المرحلة القادمة، وأعتقد أن مصر لديها رغبة في إدارة البحث عن حلول سلمية للأزمة اليمنية. طيب أستاذ أشرف، مع كل هذه التحديات خلينا نقول اللي بيواجهها الكثير من البلدان العربية ونحن على مشارف هذه الاجتماعات اللي يمكن حضرتك ذكرتها ودي نقطة كنا هنتطرق ليها، دائما ما سمعنا في الفترة الأخيرة نداءات لفكرة تكوين جبهة عربية متناغمة، خلينا نقول وإن أجازنا استخدام هذا التعبير، إلى أي مدى من خلال اللي حضرتك بتشوفه بتتابعه الآن من علاقات وطيدة بتجمع مختلف البلدان العربية بعضها البعض، سواء هنتكلم يعني
مصرية سعودية مصرية عراقية ما إلى آخره، إلى أي مدى إحنا بصدد إن إحنا التوصل لفكرة النقطة اللي بيتم النداء ليها من فترة، هو تكوين جبهة عربية واحدة متناغمة بشكل كبير تقدر إن هي تساعد في التحديات برضو اللي بتقابل الكثير من البلدان اللي حضرتك تفضلت وذكرتها؟ بكل التأكيد يجب أن نتوقف عند نجاح ما يعرف بمحور اعتلال العربي. هذا المحور الذي يضم مصر المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بعد مصالحة العلا، أيضا ضم قطر إلى هذا المحور، ثم أيضا العراق انضم في السنوات الأخيرة محاولة مصرية سعودية خليجية لزيارة عرب الطرق إلى المحيط العربي بعد غياب ما يقارب أكثر من 20 عاما منذ غزو الكويت إلى حتى هذه اللحظة. كل هذه الأمور إلى حد ما لعبت دورا كبيرا في تشكيل هذا المحور الذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في تغيير المعادلة نحو فوز أو انتصار لما يعرف محور الاعتلال العربي، عربية تلعب دورا في صياغة مشهد عربي جديد. نجم الآن ونطلع على كثير من تفاصيله في هذه اللحظة التي من شأنها أن هناك أفق لامتداد عربي من النجاح تقود مصر والسعودية، لضرورة أيضا توفير استحقاقات الأمن والاستقرار وإعطاء التنمية مزيد من الزخم في المرحلة القادمة، لأن مشروعات النجاح الاقتصادي في المنطقة في الآونة الأخيرة فتحت شهية الجميع باعتبار النموذج المصري وثم أيضا النموذج السعودي والإماراتي وأيضا رؤية مصر 2030 ورؤية السعودية 2030. كل هذه النماذج على المستوى السياسي والاقتصادي وحتى الأمني بمعنى مكافحة الإرهاب ونجاح دول المنطقة ودول الاعتلال العربي في استئصال شأن الإرهاب، كل هذه النماذج على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني وحتى التدريبات العسكرية، البلدين مصر والسعودية لديهم أكبر درجة كبيرة أو أكبر استعدادات لعقد ما يعرف بإجراء مناورات عسكرية طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي شأنه جعل هناك جهودية عالية على مستوى التنسيق والتلاقي العسكري الأمني المصري السعودي حتى مع دول الخليج مصري خليجي. كل تأكيد هذه النماذج وهذه التحركات وهذا الحراك وهذه النجاحات على أكثر من مسار لعب دورا كبيرا في تغيير الدفة نحو ضرورة إعطاء الفرصة لدول البازغة طيب الإقليم ودول قوية. في النقطة دي تحديدا يا أستاذ أشرف، يمكن حضرتك قلت فكرة أو استخدمت كلمة تغيير الدفة أكتر من مرة، اتكلمت أكتر من مرة وذكرت فكرة مشهد عربي جديد. خليني أسأل حضرتك، النظام العالمي بشكل عام بيعاد أو بيشكل من جديد على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال التحركات التوافقات، خلينا نقول الشراكات، النظرة من مختلف دول العالم للبلدان العربية والخليجية بشكل عام، إلى أي مدى ممكن تقدر هذه البلدان العربية أن هي تستغلها عشان تكون مؤثرة بشكل أكبر في المشهد العالمي يا أستاذ أشرف؟ لأن نتفق أن بعد حرب الأوكرانية الروسية في 24 فبراير من العام الماضي وصولا حتى هذه اللحظة، ما بعد هذه الحرب ليس كما قبلها بكل التأكيد على مستوى العلاقات الدولية وفيما يتعلق به أيضا خريطة العالم في المرحلة الحالية وفي المستقبل القريب. هناك تغيرات جيوسياسية وجيوسياسية في إقليم الشرق الأوسط، أعتقد الدول الرائدة التي لديها درجة كبيرة من مقاومات التأهيل والنجاح والصمود التصدي لعبت دورا كبيرا في الإبقاء على نجاحاتها فيما يتعلق بالمسار السياسي والمسار الأمني والعسكري، وأين كانت الصعوبات الاقتصادية إلا أن لديها حد الأدنى من النجاحات التي يحافظ على استقرار هذه الدول، وأعتقد أن هذا في حد ذاته هو الذي لعب دورا كبيرا في توفير ركائز النجاح لهذه الدول في الإقليم، باعتبار أن العالم العربي والشرق الأوسط يشهد كثير من التغيرات الجيوسياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيرات جوهرية، وهذا ما حدث في الأشهر القليلة الماضية من أن هناك اعتراف بأن هناك عالم متعدد الأقطاب قادم في الطريق، وأن مستوى العلاقات الدولية سيرسم بكثير من مسارات التوافق والتلاقي بين كثير من الكتل الجديدة في العالم، ولم يعد هناك القوى الأحادية التي من شأنها أن ترسم ملامح ومعالم هذا العالم. بالتأكيد الدول العربية الرائدة كمصر والسعودية لديهم من الحكمة والحنكة في السنوات في الأشهر الماضية تحديدا أن يعدلوا كثير من دفة فتح الأفق نحو علاقات عربية أوروبية آسيوية شرق أوسطية متغيرة متنوعة، لعبت دورا كبيرا في البحث عن تحقيق حد الأدنى من النجاحات والتوافق من أجل المصلحة الأمن والاستقرار العربي في هذا الإقليم، وبالتالي وجدنا القمم العربية الصينية، القمم العربية الأمريكية، القمم العربية منتظرة مرتقبة أيضا في السعودية هذا العام، القمة العربية الإفريقية، القمة العربية وأيضا مع روسيا، كل هذه الأمور من شأنها أن تلعب دورا كبيرا في تغيير وجهة العالم العربي نحو مزيد من الاستقرار، وأيضا ولادة كثير من النجاحات على مستويات التكتلات الإقليمية والدولية
باعتبار ألمانيا يمتلك هذه المقومات كمصر والسعودية سيكون لديهم ربط فيما يتعلق بتغيير دفة الأمور نحو عالم عربي يتمتع بكثير من مقومات القوة السياسية والاقتصادية في القلب منها. نعم، أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، هنروح لفصل سريع نعود من بعده لاستكمال هذه التغطية. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد. تعد العلاقات المصرية السعودية مثالا يحتذى به في مجال العلاقات بين الدول في مجالات مختلفة، منها الاقتصادية والتجارية والعسكرية والتقنية والطبية وحتى العلاقات الثقافية. المزيد سنتابعه في سياق هذا التقرير. تاريخ من الأخوة والدعم المتبادل تميزت به العلاقات المصرية السعودية، أكدته العبارات والتصريحات الرسمية في مقدمتها كلمات الرئيس السيسي التي كررها في أكثر من مناسبة، التي لخص فيها أهمية العلاقات المصرية الخليجية وتحديداً المملكة العربية السعودية قائلاً: مسافة السكة وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. مسافة السكة لأن احنا حماية الأشقاء، أمنهم واستقرارهم وسلامة بلادهم، ده أمر احنا بنضعه دائما في مقدمة أولوياتنا. فالأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأمن الخليج جزء من أمن مصر. وبرهنت عليه المواقف المتعددة عبر محطات تاريخية لا ينكرها إلا المغرضون. العلاقات التي تجمع مصر والسعودية هي علاقات متجذرة تاريخيا، فعقب توحد المملكة كان البلد الأول الذي يزوره الملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية هو مصر قبل أن تصبح جمهورية. فكان عام 1926 عاما مهما في العلاقات بين مصر والسعودية، حيث تم توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين، وكانت السعودية مؤيدة لمطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية، ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية. فالعلاقات ممتدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وشارك الجيش السعودي في جميع الحروب التي خاضتها مصر ابتداء من حرب عام 1948 بعد تعرض مصر للعدوان الثلاثي عام 1956. ساندت المملكة مصر وقدمت لها نحو 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي. كما أعلنت التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر، وتكرر الدعم والمساندة أيضاً عقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن في عام 1967. وأيضاً كان للملك فيصل موقف قوي في حرب أكتوبر عام 1973، حيث قرر العاهل السعودي استخدام سلاح بديل عن البارود، فدعا لاجتماع عاجل لوزراء النفط العرب في الكويت، وأعلن استخدام البترول كوسيلة ضغط على الغرب حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو عام 1967. وبعد تولي الرئيس السيسي الحكم في عام 2014 ازداد عمق العلاقات والتنسيق والتشاور بين القيادتين في القاهرة والرياض، وذلك بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات. وتتفق البلدان على ضرورة المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة، بما يحافظ على استقرار الدول العربية ووحدة ترابها الوطنية، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات.
ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول بمعزل عن التدخلات الخارجية، وكذلك تؤكد مصر دعمها لأمن الخليج كجزء لا يتجزأ من أمنها القومي. العلاقات مع الأشقاء العرب هي علاقات تاريخية وممتدة عبر تاريخنا كله، وبالتالي الحرص على أن العلاقات دي تبقى مستقرة ومتطورة وتاخد يعني قوة دفع في كل فرصة أو كل مناسبة نقدر نحققها، إحنا بنسعى لكده. عبر الهاتف للمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور عبد الحكيم الطحاوي أستاذ العلاقات الدولية. دكتور عبد الحكيم، في البداية برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز، نتحدث في هذه التغطية عن العلاقات المصرية السعودية. في الحقيقة علاقات ذات طابع خاص وخصوصية خاصة أيضا تجمع البلدين. السعودية ومصر لهما اهتمامات مشتركة، خلينا نقول ليهم رؤية مشتركة أيضا تجاه الكثير من القضايا، ويمثلان كفتي الميزان في إفريقيا وآسيا. دكتور عبد الحكيم، كل سنة وحضرتك طيبين والسادة المشاهدين. والعلاقات المصرية السعودية علاقات متجذرة ولها أشياء كثيرة ترتبط بالماضي والحاضر أقوى من الماضي، وبالتالي فالعلاقات المصرية السعودية إذا كانت بدأت منذ سنوات طويلة، ونحن نعلم جيدا أن هذه العلاقات من شأنها أن تكون كما هو معروف حاليا وليس أن تكون، فهي السعودية ومصر هما جناح الأمة العربية وهما الأساس في كل ما يبدو وما يظهر وما يعمل على نجاح الأمة العربية هو علاقات المصرية السعودية. هناك تطورات كثيرة في الحقيقة ترتبط بالتطورات الإقليمية، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن العلاقات المصرية السعودية علاقات تاريخية، بمعنى أنه العلاقات التاريخية التي تربط ما بين مصر والسعودية تترك أثرها على كل دول المنطقة سواء كان العربية أو في المحيط الإقليمي وليس العربي. وفي اعتقادي أنها تطورت في الفترة الأخيرة إلى النطاق الدولي، مما نشهده من تحركات كثيرة خاصة للدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والثقل الذي تملكه المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة. إذن هذه الأشياء تؤكد لنا على حقيقة مهمة، وهي أن المملكة العربية السعودية ومصر لا غنى عنهما لبعض أولا، ولا غنى للعالم عن مصر والسعودية. طيب، يمكن حضرتك ذكرت نقطة في غاية الأهمية دكتور عبد الحكيم، فكرة أن هي تطورت للنطاق الدولي. يعني إحنا بنتحدث عن علاقات لم تعد تخدم، خلينا نقول، الشعوب الداخلية، أو النفع لم يعد يعود فقط على الشعوب الداخلية لكلا الطرفين، ولكن هي علاقات يمكن سخرت لحلحلة مختلف القضايا والمشكلات بتمس الوطن العربي والمحيط الإقليمي للدولتين بشكل دقيق. الفكرة أو البعد الدولي بقى في النقطة دي يا دكتور عبد الحكيم، إلى أي مدى وجود السعودية ومصر ككفتين وليهم ثقل وثقة أيضا دولية خلت في نوع من أنواع التعجيل في حل مشكلات، خلت حتى مشكلات بعض الدول يتم طرحها في المحافل الدولية؟ حضرتك، أولا لابد أن نرجع إلى الداخل المصري والسعودي. الداخل المصري والسعودي يشهد أحسن فترة استقرار في تاريخه. هذا الداخل المصري السعودي كلما شهد نوع من أنواع الاستقرار كلما انطلقت السياسة الخارجية بنجاح أكثر وثقة أكثر ووجدت القبول أكثر لدى العالم ككل. النهاردة احنا بنشهد فترة من الاستقرار وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، وكذلك الأمر الملك سلمان في السعودية. إذن هذه الأشياء انعكست على الدور المصري السعودي في الإقليم وفي العالم. النهاردة أصبحنا مصر هناك نوع من أنواع التواصل مع كل دول العالم تقريبا، وليس لها عداوات مع أي دولة أخرى. نشهد أيضا مدى التنسيق المصري السعودي في كل المحافل الدولية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والعربية
وفي المحافل الدولية. هذه الأشياء تؤكد لنا وتنم عن شيء مهم. هذا الشيء المهم هو إيجاد نوع من أنواع قيادة العمل العربي المشترك في الفترة المقبلة، لوجود شيء اسمه العرب على الخريطة أمام التحديات الإقليمية. نحن أمام تحدي إيراني، تحدي تركي، تحدي إسرائيلي، تحدي مش عايز أقول أثيوبي إذا كان يعني هذه كله دور فيما يتعلق في المناطق الإقليمية. كل هذه الأشياء تجبر العرب على أن يكون هناك نوع من أنواع العمل العربي المشترك. مين اللي يقود هذا يا أستاذة؟ اللي يقود هذا هو المملكة العربية السعودية ومصر. صحيح. القيادة الحكيمة التي تتمتع بها في الفترة الحالية. نحن نرى كل هذه الأشياء انعكست على الحالي. ما هو الحالي؟ هناك نوع من أنواع التقارب السعودي الإيراني بحال حالة الموقف فيما بين الاثنين. هذا الأمر سوف ينعكس على القضايا في سوريا وفي اليمن وفي لبنان. هناك أيضا نوع من أنواع التقارب المصري التركي، هذا أيضا سينعكس على الأوضاع في العراق وفي سوريا. هناك نوع وفي ليبيا. هناك أنواع أخرى من التقارب فيما بينهم. هناك تنسيق عربي تقود المملكة العربية السعودية ومصر في الفترة الحالية. هذا التنسيق ليس مرتبط بمصر والسعودية فقط، ولكن معه أيضا دول الخليج. وسوف نرى في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية، وسوف نرى العراق على طاولة، الأردن أيضا، لا ننسى أيضا بعض الدول المغربية التي تنضم إليهم. قد يكون هناك المغرب، قد يكون هناك أشياء تؤكد على مدى الترابط. وهناك مشاكل في السودان، مشاكل في اليمن، مشاكل في سوريا، مشاكل في العراق، مشاكل في لبنان. كل هذه المشكلات بالإضافة إلى المشكلة الأساسية للعرب وهم في الفلسطينيين. نحن أمام موقف لا بد أن يكون هناك نوع من أنواع التوافق. هذا التوافق في اعتقادي لن يقوله ولن يقوم به إلا مصر والسعودية. والتاريخ علمنا كده، علمنا إذا سقط القاهرة والرياض الأمة العربية بخير. منذ الزيارة التاريخية التي طرحت فكرتها في التقرير وإجابة فكرتها في التقرير للملك عبد العزيز إلى مصر، عندما أتى إلى مصر وأوصى أولاده قال لهم عليكم بمصر، مصر هي أساس الأمة العربية، السعودية بدون مصر ومصر بدون السعودية لا يمكن أن يكون. وهذا طيب ما شاهدناه. دكتور عبد الحكيم، يمكن طالما حضرتك تطرقت لفكرة التغيرات الجيوسياسية اللي بتطرق على المشهد كل، وحضرتك برضو أستاذ علاقات دولية، كل المحللين كل الباحثين في العلاقات الدولية بيشوفوا أن اللي بيقوي الروابط والعلاقات بين مختلف البلدان مش بس العلاقات الدبلوماسية أو السياسية، ولكن البعد الاقتصادي كمان بيكون عليه العامل الأكبر في تقوية العلاقات بين البلدان. لو اتكلمنا على وجه الخصوصية على العلاقات المصرية السعودية، احنا بنتكلم عن قرابة 6285 شركة سعودية بتعمل في مصر باستثمارات يمكن بتفوق 30 مليار دولار، في أكتر من 14 اتفاقية بين البلدين بأكتر من 7 مليار دولار. هل الأرقام دي نقدر نقول إن هي تكفي لحجم العلاقات الأخوية والروابط اللي بتجمع بين البلدين؟ النهاردة حضرتك أنا عايز أقول كلمة واحدة حلخص بس الكلمة دي، إنه مصر أكبر شريك تجاري لمصر في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية. إذن هذه العبارة تكفي لأن تغطي كل الأرقام المتاحة، كل الشركات أو كل الأرقام المالية. نحن نعلم جيدا أن هذه الشراكة ما أتت من فراغ. مصر النهاردة وما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي من استقرار في مصر يجذب كل الشركات في العالم، يجذب كل الدول في العالم لأن تستثمر في مصر. قناة السويس والبنية التحتية التي وضعها الرئيس، كل هذه الأشياء تجذب أي دولة تريد أن تستثمر في مصر. فما بال حضرتك بالمملكة العربية السعودية التي لا يفصلنا عنها إلا ساعة زمن أو ساعتين زمن من الطيارة، وترتبط عاطفيا بالمصريين من خلال الترابط القبلي الذي يربط ما بين ضفتي البحر الأحمر سواء كان في المملكة أو كان في مصر. كل هذه الأشياء تؤكد لنا على أن العلاقات الاقتصادية والنمو الاقتصادي الكبير ورؤية البلدين 2030 سواء كان في مصر أو في السعودية تعمل على المزيد من الشراكة الاقتصادية التي تخدم وتحقق أهدافهم السياسية في أي محفل في العالم. النهاردة لو رحت قمة العشرين لا ننسى أنه إذا كانت السعودية عضو فيها فلا ننسى كل الدول بتدعو مصر لحضور قمة العشرين اللي هي الأقوى اقتصادية. إذن ده لم يأتي من فراغ، هذا لا، أتى بسبب السياسة الحكيمة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي والفترة التي تشهدها على فكرة
العلاقات المصرية السعودية دي من أسهل فترات، كانت شهدت فترتين ثلاثة في السابق أيام حرب أكتوبر كان الملك فيصل سادات أو أيام الملك عبد العزيز، لكن في الفترة الحالية لم تشهد العلاقات المصرية السعودية نوع من أنواع التقارب. أعتقد أن الزيارات المتبادلة ما بين القيادتين منذ الزيارة الكبيرة التي قام بها الملك سلمان إلى مصر وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والزيارات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد على أن مصر والسعودية شريك كامل في كل القضايا وشريك كامل في العمل العربي المشترك، وهم الأساس في الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، والتعاون العسكري اللي بينه وبعض ما هو إلا نوع من أنواع الحائط الصد لكل من يطمع في الأمة العربية وكل من يطمع في أنه يحاول أن يأتي بالأمة العربية. النهاردة احنا أمام حاجة مهمة، أعتقد أنه منذ أن كانت الزيارة التي أشرت إليها زيارة الملك عبد العزيز وهي ليست الأولى لدولة خارجية بل هي الوحيدة التي خرج الملك عبد العزيز من مملكة لزيارة دولة في العالم لم يخرج إلا لمصر، لا يؤكد على ثقل مصر لدى السعوديين. السعودية لا يستغنى عن مصر ومصر لا تستغنى عن السعودية، نحن أهل، نحن ارتباطات سواء كان في كما ذكرت السابق، لكن يهمنا في هذا المقام أنه مهما تحاول الأيدي أن تعبس بالعلاقات فالعلاقات أقوى من أي شيء، كما قال الرئيس دائما صحيح أنه مصر والسعودية مسافة السكة في الاثنين. طيب دكتور عبد الحكيم أخيرا وإحنا بنتكلم برضو عن العلاقات المصرية السعودية في الحقيقة نقطة يجب أن نتطرق لها المتعلقة بفكرة أن مصر والسعودية عندهم قدرات عندهم إمكانيات في الحقيقة ضخمة وكبيرة على المستوى العربي أو حتى على المستوى الإقليمي. إحنا بصدد اجتماع مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن هيتم طرح الكثير من القضايا، هيتم طرح الكثير من المشكلات، هل نقدر نقول أن في أولوية يجب أن يتم وضعها على رأس المحادثات والمشاورات؟ حضرتك المشاورات والمباحثات ديت والاجتماع وزارة الخارجية ده بيسبق الاجتماع المهم للقمة العربية التي ستعقد يوم 19 مايو. القمة العربية بتعقد في الرياض. الرياض حريصة كل الحرص على نجاح القمة العربية وعلى أن تخرج بمخرجات تؤكد وتنمي وتخاطب الشارع العربي الذي يتعطش إلى أن يكون هناك موقف عربي موحد مواجهة القضايا العربية. عندنا قضايا في سوريا، وموضوع سوريا ده من الموضوعات المهمة على فكرة، لأنه جه وزير خارجية سوريا جه مصدر مصر الأول وبعد كده راح زار السعودية وأصبح هناك في نوع من أنواع المحاولات لحل حالة الموقف في سوريا للانضمام إلى الركب العربي. هناك أيضا قضايا في اليمن وما نشهده الآن من تطورات، والوفد اليمني العماني اللي الوفد السعودي العماني اللي راح زار اليمن علشان خاطر إنهاء مشكلة اليمن، وده أعتقد مردود للسياسة السعودية تجاه إيران. هناك أيضا مسألة السودان، هناك أيضا مسائل في ليبيا وما يرتبط بها الأمن القومي المصري قبل أن يكون الأمن القومي العربي. هناك أشياء كثيرة سوف تتطرق إليها الاجتماعات التي تمهد إلى القمة العربية حتى تعمل على نجاح هذه القمة. والقمة دي في اعتقادي هتكون قمة فاصلة بسبب بسيط، إما أن تكون الأمة العربية أو من لا تكون، ولكن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان وولي عهده يؤكد لنا على أن هناك نوع من أنواع التوجه لنجاح قمة الرياض بالقدر الذي يغطي ويعمل على حل القضايا العربية صحيح. لتتوحد هذه القضايا للوقوف خلف ما يحدث في الشارع الفلسطيني النهاردة من اعتداءات على الفلسطينيين وما يحدث وما تتعرض له فلسطين، القضية الأساسية للأمة العربية. إذن كل هذه الأشياء اعتقادي سوف تتضمنها القمة العربية، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى نوع ثاني من أنواع التعاون الاقتصادي الذي يجب أن يكون ما بين بلاد الأمة العربية. نحن نعلم جيدا مدى القوة الاقتصادية لدول الخليج مجتمعة عمل التعاون، وحاجة بعض الدول العربية إلى التنمية الاقتصادية وأن يكون هناك نوع من أنواع مفتاح التنمية الاقتصادية، خاصة ما نشهده في مصر مثلا من قناة السويس وما إلى ذلك من أشياء من مشروعات كثيرة. الدول العربية المحيطة بسبب الدمار والخراب الذي حدث في السنوات الأخيرة تحتاج إلى مساعدات اقتصادية، كل هذه الأشياء سوف تطرح باعتقادي على القمة العربية المقبلة التي تعمل مصر جاهدة ومن خلال الوثائق والخفايا والسياسة الدبلوماسية المصرية الهادئة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي
على نجاح هذه القمة لتكون من أبرز القمم العربية في اعتقادي إن شاء الله في الدورة القادمة. نعم، أنا بشكر حضرتك في الحقيقة جزيل الشكر دكتور عبد الحكيم الطحاوي أستاذ العلاقات الدولية على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. ترتبط مصر والسعودية بعلاقات استراتيجية تاريخية، حيث يمثل البلدان نموذجا ناجحا للتعاون بين الأشقاء القائم على المساواة وتحقيق المصلحة المشتركة. المزيد نتابعه في العرض التالي. تشهد العلاقات المصرية السعودية تطورا في شتى المجالات، حيث أنها كانت ولا تزال حجر أساس لاستقرار المنطقة، كما تتميز هذه العلاقات بالزيارات المتبادلة بين قادة البلدين بشكل دوري. المزيد سنتابعه في هذا العرض مع دانا مدحت. أهلا بكم. تنسيق وتشاور دائم ما بين مصر والمملكة العربية السعودية يعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين حكومة وشعبا. شكلت زيارات المتبادلة ما بين قادة الدولتين مؤشرا رئيسيا على عمق العلاقات ما بين مصر والمملكة العربية السعودية. نستعرض عددا منها. ففي ديسمبر لعام 2022 زار السيد الرئيس السيسي السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية، حيث تناولت مباحثاته مع ولي العهد محمد بن سلمان، تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري. في يوليو لعام 2022 زار السيد الرئيس السيسي السعودية من أجل المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية
في إطار حرص مصر على تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. في يونيو لعام 2022 استقبل أيضا السيد الرئيس ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، حيث بحث الجانبان مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، هذا فضلا عن التباحث حول القضايا السياسية والإقليمية والدولية في إطار الشراكة الاستراتيجية ما بين القاهرة والرياض. في مارس لعام 2022 قام أيضا السيد الرئيس السيسي بزيارة للسعودية، التقى خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، حيث تطرقت المباحثات بينهما إلى سبل تعزيز أطر العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، كما تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم، مع تأكيد على أهمية دعمه وتعزيزه، وتطابق وجهات نظر مصر والسعودية دائما إزاء كل ما يدعم أمن واستقرار الدولتين والمنطقة بشكل عام، حيث تدعم الدولتان المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما يؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول، وتأكيدا أيضا على خصوصية العلاقات ما بين القاهرة والرياض. تأسست جامعة الملك سلمان الدولية في مصر لعام 2020، كان ذلك ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وهي إحدى جامعات الجيل الرابع الذكية، تهدف إلى تقديم تجربة جامعية فريدة من نوعها يمتزج فيها التعلم باستخدام أحدث التقنيات والخبرة التطبيقية والمعارف النظرية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة. اقتصاديا، نما حجم التبادل التجاري ما بين مصر والسعودية 50.5% خلال الربع الأول من عام 2022، لتصل بذلك إلى 2,573,000,000 دولار. شهدت قيمة التجارة ما بين البلدين نموا كبيرا، حيث حققت 60% خلال شهر مارس الماضي، لتتخطى 995,000,000 دولار. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لأبرز ملامح العلاقات المتميزة والمتينة والتي تجمع ما بين القاهرة والرياض. أشكر لكم طيب المتابعة. وصلنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام لختام هذا الجزء من هذه التغطية الإخبارية. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.